اليوم حناخذ جولة وتغطية خاصة لمكتب مصلحة الآثار في مدينة درنة. هذا المكتب من المكاتب المهمة جدا في مدينة درنة، ولكن للأسف الشديد يبدو أن التهميش الكبير جدا طال هذا المكتب، على الرغم أن عمل هذا المكتب مهم لهذه المدينة، وخصوصا أن هذه المدينة من المدن التي لا يخلو حي من أحيائها إلا من المواقع المحمي من المحميات الأثرية. كذلك يغطي مساحة شاسعة للمناطق المجاورة اللي فيها العديد من المناطق الأثرية، ولكن للأسف الشديد هذا المكتب موجود ولكن في باطن الأرض على عمق أكثر من 6 أمتار في مجمع الأمانات، أو ما يسمى مجمع الأمانات وسط مدينة درنة. خلونا نأخذ جولة ونشوف هذا الموقع اللي مكان مهم جدا ولكن موجود تحت الأرض. لا ميه، لا ميه، الحمامات بالله عليك بحر، لا رواشد، لا بيبان، شوف شوف انا اتفرج بالله عليك، الله غرف تاع نوم الحرسات تاع الفتحه بالله عليك، تعال تفرج شوف بالله عليك، انا مره متحف والله مكتب بالله عليك، شركه مش عارف كيف راحت هذه، مش عارف اخذوها ايام وراحت الشركه بالله عليك، هذا منظر منظر وهذا المطبخ هذا الجافه بالله عليك، هذا منظر حتى الحيوانات ما يسكن فيه بالله عليك، خطف عليه يا سعد سلام، خطف عليه انك جاي، هي اليوم اللي صورنا لك الجرى والله، هنا جراز ناس زي البشر بالله عليك، هذا بالله عليك بهذه كوجينه ولا مطبخ؟ هذا مطبخ مسلح مسح بالغرب بالمسحب بكل الموضوع بالله عليك، تفرج بالله عليك، هذا منظر منظر، وهذا المكتب اللي فيه قريب 700 موظف سياحة والآثار معاها والشرطة السياحية، المكتب الوحيد اللي عندنا يستغلوا فيه نحن جماعة الآثار بالله عليك، هذا المكتب حصلوا المتحف هذايا أو عندي الآثار يبنوا لنا يديروا لنا أي حل خلينا نديروا مكتب أو متحف، عندي الآثار قاعدة والسكتش بتاعها قاعد ونبغوا مرتبة تحت الأمن الدولة. تقشع بيدنا انا مشوي والله قريب من الزياده، هو حط في متحف في ادوات وبعدين بعد الثوره جت الثوره خفنا على ادواتنا. الاسم محمد اسحاق بو حيمد، باحث تراخيص وماسك قسم الرقابه والمتابعه والتفتيش في قطاع السياحه. مكتب السياحه درنا بسيط جدا، من 2011 نحن يوجد عندنا مقرين، مقر في الشعبيه ومقر للصناعات التقليديه. مقر الشعبية تم واخذوه جماعة الحكم المحلي في مؤقت اللي هو استلموه هو جماعة الجوازات، هذا مقر السياحة السابق. المقر الثاني قعدنا فيه فترة لعند 2014، من 2014 خشوا فيه الدواعش وتم ضربه بالطيارة، قعدنا نحن نبرمو على القطاعات، عطونا وزارة التخطيط مكتب وقعدنا فيه شهرين، عطونا الإعلام مكتب وقعدنا فيه شهرين، بعدين قعدنا شنطة ونبرموا فيها ما عندناش مقر.
لعند ننجت يوم 20/10/2018. عميد البلدية اجتمع بينا وقال لنا نوفر كم مقر ونسيد لكم مقر. من 20/10 إلى الآن ما حصلناش لقاء معه واحد أو اجتماع أو جلسة معه. المقر تو صيّن. المقر تمت صيانته في الفترة هذه. المقر مصيّن، أعطاه لجماعة التعدين وطلع جماعة السياحة منه، حط عليه يافطة للتعدين. نحن بارك الله فيه الأستاذ رياض هذا إياه ضمنا ولم نحطنا في المكتب هذا إياه. المكتب هذا إياه يتكون من طاولتين، طاولة للسياحة وطاولة للأفراح. الملفات اللي عندنا 675 ملف نجيبه فيه نحن مشهود شخص، ما عندناش خطيه أكثر من هيك، ما عندنا شيء. قطاع يعتبر راهو كان هو اعتماد معدل على السياحة، راه السياحة ما لهاش اعتمادها ولا توفر أي دخل مالي بالشكل هذا. كانوا عندهم تصور يقول لك بعد النفط راهو ما فيش كلام. رانا نحن وضعنا مزري للآخر. لا عميد بلدية خدمنا ولا حصلنا المقر متاعنا ولا الوزارة في نفس الوقت عطتنا مقومات أن نكون مكتب. هل تخيل أن طابع ما عندناش ورق؟ ما عندناش بنينات؟ ما عندناش ملفات؟ الترقية والله يعني بندير له كفاءة والله كذا نمشي نصور على حسابي الخاص. هي اللي ما يرضاش إنسان. بس ليه متكام؟ السياحة كان عندنا مقر جبناه معنا الآن جابوا ملفات مسافين قريب 700 مواطن. أخ رياض رفع الله صدرقة مدير مكتب أثار درنة كلفت في 2020 بهالمكتب ضياعي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمتحف ومكتب هذا مبنى مش مبنى مخازن صدق يعني مخزن. نحن كان في مكتب ولكن بعد الثورة هي دمر المبنى هذا. ونحن في 2020 صدق صب معنا وكيل وزاره طارق سلامه هو اللي صب معي وجاني هنا هو اللي اعطاني المكتب هذا وصيناه وكله مجهود ذاتي صدق. ونقول ونص المبنى مستغل من مباحث الجوازات ونحن حصلنا مكتب واحد ولا ما هو قدام كم المبنى لا في ميه لا في حمامات رواش ما فيه مكتب واحد رطوبه وشوفوا برواح كم مش مكتب في اداره نحن كيف؟ ايش اداره المكتب يعني نحن امانه السياحه ما عندهمش مقر فهمت؟ وجبتهم معي لبدي هنا فهمت؟ وتم جابوا ملفاتهم وتم يشتغلوا يلموا ملفات الموظفين وجبنا معنا شرطه سياحيه في المكتب الضيائي وهذا اللي صار والله. هل في تخصيص مثلا قطعه ارض؟ حصلنا في 2013 قطعه ارض، صدق حصلنا قطعه ارض في 2013 وهي قطعة الأرض قاعدة عندنا ونبي دي الفترة اللي سابقة اللي كان المديرين السابق حصين قطعة الأرض وهي قاعدة عندنا قطعة الأرض وقدمناها ونرجو في درنا شي متحف ولا مكتب ونرجو احنا قوموا بعملنا أكثر. تحب توصل رسالة تحب نبي نوصل جميع المسؤولين يشوفوا حالتنا مكتب وهذه الظروف اللي عايشين فيها نحن الموظفين ومعنا السياحة ومعنا الشرطة الزراعية الشرطة السياحية وما مهما مش بتساري ما عندك ما تساري ما مكاتب لا رواشن لا بيبان لا دورة مياه رطوبة ما بحثوا ابرموا صوروا والله هذا الواقع. نرجو في الخير نحن قلنا الخير وجايكم عجل صدق نحن قلنا الخير وجا في الطريق والله ما عاد وصلنا الخير قسما